تولد الطاهر غرسة في تربة البي في مدينة تونس عام 1933، وتربى على الألحان من اللي كان صغير فضل والده حميدة اللي كان مولع بالموسيقى. هكا كبر مع الأنغام الشرقية والتونسية كيف السلامية، الملحون، وبالطبيعة المالوف. أول محطة هامة في حياة عم الطاهر كانت الموسيقار والملحن الكبير خميس الترنان، اللي كان للأستاذ والأب الروحي واللي علمه المقامات والموشحات ومهارات العزف على العود التونسي. إلى جانب ذلك تابع الطاهر غرسة بالتوازي تكوين موسيقي أكاديمي بالكونسيرفاتوار، وعام 1956 تحصل على دبلوم الموسيقى العربية، وتولى بعده تدريس مادة الموسيقى بالمعاهد الثانوية وبالمعهد الوطني للموسيقى، ما غير ما ننساو الرشيدية. كلف عم الطاهر في حياته بعديد المناصب، كما بالإشراف على المجموعة الصوتية في الإذاعة التونسية بعد وفاة خميس ترنان في أواسط الستينات. وفي عام 1990 رجع الطاهر غرسة لإدارة الرشيدية من الباب الكبير. لحن الطاهر غرسة معزوفات وأغاني، ويعود له الفضل في تهذيب عديد الغنايات العتيقة ونشرها بأسلوب راقي وفني، وتخرج على يديه برشا موسيقيين ومطربين. ركز الطاهر غرسة على المنشد الفرد اللي أدي المالوف، وهو تقليد أصيل كاد يندثر مع الفرق التقليدية اللي تغني المالوف بصورة جماعية. لا تقتلوا إن ظننتم بخطايا. العشرات من الوصلات في المالوف وأغاني عديدة أثرت بخزون الأغنية التونسية، كيف من جار عليا، من جار عليا الذني، ومن جار عليا الذني، من جار عليا وزينت زينك يا بنايا الدني. ولا مشموم الفل خلهم نعم الطاهر اللي غادرنا في 10 جوان 2003. أما خلينا زادة مغني وعازف متميز اسمه